السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم، رد السلام ردا وافيا، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. طيب حضرتك، أنا كنت عايزة أسأل سؤال. ها؟ تمام. حضرتك، أنا كان متقدم لي زميلي في الجامعة. ها؟ تمام. وهو احنا يعني كل حاجة كانت كويسة، والأهالي اتعرفت بره البيت وكله تمام. اللي حصل ان هو اول ما دخل البيت عندي علشان يقرا فاتحة، كل حاجة اتلخبطت. قال لي: انا حاسس ان نفسي مكتوم، حاسس ان انا مش قادر اخد نفسي، مش طايق البيت، وحاسس ان انا شكلي غريب. وبرده مامته واخته اول ما روحوا البيت روحوا يرجعوا، حصل حاجات غريبة انا ما فهمتهاش، واتقفل مني خالص. وحتى حاولت ان انا اتواصل معاه بعد كده، قال لي: انا اتقفلت من الموضوع ومش الله يبدلك خيرا منه يا أختي، نعم الله يبدلك خيرا منه. يا رب. انا بس كنت عايز اعرف، هو انا حاسه ان ده عمل ما يعني لا معقول؟ أصله، عفوا عفوا، يعني معذرة، يعني قد يكون سحرا، لكن علاجنا أن الذي يكشف علاجنا في كتاب الله وسنة رسول الله. تعوذي نفسك بالمعوذات مع قل هو الله أحد، وتكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن لي وجهة أخرى غير هذا الذي ذكرت، أو إضافة إلى ما ذكرت، أنه قد يعتذر بأسلوب مهذب بهذه الطريقة. فالحمد لله، ربنا يغنيك من فضله، وأنت دائما لا تدرين أي أين الخير، لا تعلمين أين الخير. طب أنا أعرف إن ده عمل يعني ولا ما عمل تشوف يعني؟ ما تشغلي نفسك، خلاص أنت جالسة في بيتك موقرة، ولا تتبعي نفسك ولا تتصلي به أبدا، ولا تتصل به أبدا، ولا خلاص قدر الله ما شاء فعل. حتى إذا اتصل أغلق الهاتف، قل: عفوا، ليس بيننا وبينك أي رابط شرعي، وبإذن الله كلام مثل هذا يجعلهم إن كان في نصيب بإذن الله يجي لك، وأنت عزيزة النفس، وأنت عزيزة نفس يأتي لك قدرك. فاتق الله وحافظ على دينك وحافظ على إيمانك، والمقدر سيكون. تمام، شكرا، الله يكرمك.